ازدواجية في التعامل. ربنا بيديها وانا كمان جدعه. اسمك ايه؟ أدعو الله سبحانه وتعالى لك يا فاطمة بخيري الدنيا والآخرة. قولوا أمين. وإحنا معاه قولوا أمين. حلو. إحنا عارفة كمان يا فاطمة مش ازدواجية، هي بتبقى مصدقة، يعني هي ما عندهاش أفكار تانية، هي بتبقى مصدقة إن هو ده الحياة وهي دي كذا وهي ده الطلوع وهو ده اللي أنا المفروض أعيش، وتتخلى عن أنوثتها وعن إسلامها وعن سمتها. ليه؟ إيه البديل؟ يعني إيه الحاجة الحلوة؟ صفر. إيه المردود؟ صفر. اما تيجي سفيرة ولا في سلك دول ولا وزيرة ولا مكان كذا ويا كل ده هباء منصورة. ايه اللي باقي؟ اللي باقي اللي انا بعمله بنوايا مفقدش فيه انوثتي، مفقدش فيه اعصابي، ما بتروح تتعالج وتاخد مضادات اكتئاب على جنية عندها ضغط عشان الاتش شعار اللي في الشركة هيعمل تقييم وكذا وكذا وهي محتاجة تعالج القصة دي. لا، احنا بصوا يا بنات، انا اهم حاجة عندي ان احنا نبقى واعيين لدورك الحقيقي. انت مين؟ انا هنا. اسمك ايه؟ جنة. انا جنة ومشيت من هنا وده اثري فين؟ مش شايفين حاجة؟ لا، انا كنت بعمل عمل تطوعي في المكان الفلاني، انا اشتغلت على نفسي في الدورات الفلانيه، انا خدت مش عارفه ايه، انا لقيت شغفي في المكان الفلاني، انا ساعدت امي بكذا وكذا واحتساب.